السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد انه سوف يتم الاعلان رسميا عن مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من يوم الاثنين القادم، يعني من يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هيقولوا لنا كل منطقة هيتقطع التيار الكهربائي من امتى لامتى، بدل ما بيتقطع عشوائي كده واحنا تعبانين مع الموجة الحارة وانقطاع التيار الكهربائي. اشار الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي على فضائية اكسترا نيوز، المؤتمر كان متذاع على الفضائية ديت، ان السبب في عدم انقطاع التيار عن المناطق الساحلية والسياحية لانها مناطق دخل قومي للدولة وتعد من المنشآت الخدمية والاستراتيجية التي يصعب انقطاع الكهرباء بها، لافتا الى ان الامر غير قاصر على مصر. وضرب سيادته امثلة ان بعض الدول مثل الجزائر وايطاليا واليونان اعلنوا الطوارئ بسبب الحرائق وانقطاع التيار الكهربي. وتمنى الدكتور مصطفى مدبولي ان تنحصر الموجة الحارة خلال الايام القادمة لكي نستطيع ان نتخطى هذه الازمة. ومش بس كده، ده كمان الموظفين اللي هم ملهمش تعامل خدمي مع المواطنين يشتغلوا من البيت يوم الحد. واكد سيادته ان ايام الاجازات في المصالح الحكومية دي بترشد استهلاك الكهرباء وبتخفف من استهلاك الكهرباء. مشكلة كبيرة انقطاع الكهرباء كل شوية، ومشكلة كبيرة الحر اللي احنا فيه ده، وربنا يرحمنا برحمته الواسعة. النصايح المهمة في الحر دوت ان احنا نتجنب المشي في الشمس، اللي هو المشي المباشر في الشمس تحت اشعة الشمس المباشرة. وتاني حاجة نكتر من شرب السوائل علشان نقدر نقاوم الحر ده، لان في ناس بتتعب وبتهبط وفي ناس بيغمى عليها، ولا قدر الله في ناس بيموتوا من الموجة الحارة دي. حتى سبحان الله اللي بيربي طيور بيلاحظ انها بتتأثر بالموجة الحارة دي، هي كمان يفردوا جناحاتهم كده يقعدوا يلهسوا بقهم لانه ما عندهمش غدد عرقية فيطلعوا بخار المية من الفم. كان الله في عوننا جميعا، واتمنى ان شاء الله يوم الاثنين كل منطقة تعرف التيار الكهربي هيقطع امتى وهيجي امتى. وفي النهاية شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.